مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في حديث الساحل. يعيش تحالف مجموعة دول الساحل الخمس تحديات متعاظمة في مواجهة المخاطر الإرهابية والجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة. أسابيع قليلة بعد قمة القادة في باريس، قادت دول الساحل الخمس، فقد التحالف الإفريقي أحد زعمائه البارزين رئيس تشاد السابق إدريس ديبي، واحتدت العمليات الإرهابية والهجمات المسلحة في أكثر من منطقة. في مالي نفذ مسلحون يشتبه في ولائهم لتنظيم داعش عقوبات قطع اليد في حق مدنيين، وفي الكاميرون قتلت جماعات مسلحة 9 أشخاص على الأقل في هجوم على بلدة تقع في الشمال، والهجمات تتكرر في وقت يتوارى الزعماء المؤسسون لمجموعة الدول الخمس. تبرز مظاهر الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، الفقر ومخاطر الحاضنة الاجتماعية للجماعات المسلحة، التمويل والتكوين والإمداد التكنولوجي للقوات النظامية، وغياب التمويل التنموي في المنطقة. فهل مجموعة دول الساحل قادرة على الاستمرار وسط كل هذه التحديات؟ لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الدكتور زهر الدين الطيبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أهلا بكم أستاذ زهر الدين الطيبي. مرحبا. ألف مرحبا. مرحبا. ألف مرحبا. نرحب أيضا بالأستاذ طلحة جبريل، الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الإفريقية. أستاذ طلحة جبريل أهلا بكم. أهلا وسهلا سي محمد، وأهلا بمشاهديك وبضيفك. أهلا بانضمامك إلينا أستاذ طلحة جبريل. أستاذ زهر الدين الطيبي، ما مآل دور مجموعة دول الساحل الخمس بعد الأحداث الجسيمة التي شهدتها المنطقة، أساسا مقتل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي، تواري أعضاء مؤسسين آخرين من المرحلة الأولى، وأيضا مسألة المقاتلين الليبيين أو المرتزقة في ليبيا الذين يتحركون الآن في المنطقة مع نشاط جماعات إرهابية في هذا الحزام؟ نعم، بكل تأكيد يبدو بأن هذه المنطقة، منطقة الساحل، الآن تعيش على صفيح ساخن، خصوصا بعد مقتل إدريس ديبي الرئيس التشادي الذي كان طبعا من أبرز مؤسسي هذا التحالف، وأيضا كانت له خبرة طويلة كقائد للتحالف أولا، ثم بالإضافة إلى خبرته كعسكري لمدة طويلة في الحكم كرئيس في تشاد. المؤكد بأن الآن رؤساء الدول الخمسة تواروا عن السلطة، طبعا الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، إبراهيم كيتا أيضا بالنسبة لمالي، الرئيس البوركينابي أيضا، والرئيس يوسف أيضا بالنسبة للنيجر، الذين لم يعودوا في السلطة، وبالتالي الآن هناك تقدم للمثلث الإرهابي خصوصا بالنسبة لمالي، بوركينا فاسو والنيجر. وأيضا مقتل الرئيس التشادي يعتبر خسارة قوية بالنسبة لهذا التحالف، بالنظر طبعا للفراغ الذي قد يلحقه بهذا التحالف الذي تأسس منذ فبراير 2014. طيب. مؤكد أن الآن هذه الدول بمعية فرنسا، على اعتبار أن فرنسا تبقى دائما هي المايسترو، وتصريح الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا بالنسبة لتشييع، بمناسبة تشييع جنازة إدريس ديبي، أكد بأن فرنسا لن تقبل بتاتا المساس بأمن تشاد لا اليوم ولا غدا، وبالتالي فالمؤكد بأن الآن لا بد من وقفة تأملية، يمكن أن تكون بمثابة الوقفة التي قام بها إدريس ديبي بالنسبة لمواجهة بوكو حرام. طيب، شكرا لكم دكتور زهر الدين الطيبي. أستاذ طلحة جبريل، نحن تقريبا إزاء جيل جديد من القيادات في مجموعة دول الساحل الخمس، تجمع هذه الدول،
هل تحافظ هذه القيادات الجديدة وتعطي الزخم والدينامية الضرورية في مواجهة هذه المخاطر الإرهابية التي أصبحت أشد إلحاحا في هذه المنطقة على ضوء التطورات الأخيرة؟ هذا سؤال منطقي وسؤال موضوعي إلى أقصى الحدود، وهو فعلا كما نلاحظ غياب المؤسسين، مؤسسي مجموعة 5 أو ما يسمى جروب 5 لأسباب متباينة. يعني على سبيل المثال محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا بانتخابات، وجاءت الرئيس محمد ولد الغزواني، فيما يتعلق بإدريس دبي كما أشار ضيفك وأشرت أنه عملية أقتيل في شمال تشاد، بالنسبة لبلير كومباري في بوركينا فاسو، ولا إبراهيم بوبكر كيتا في مالي لم يعودوا في السلطة لأسباب، هناك كانت احتجاجات وظروف وما إلى ذلك. محمد يسوفو في النيجر لم يعد موجودا بسبب التغيير الديمقراطي أو الانتخاب الذي تم. إذن السؤال موضوعي جدا، هل من أتوا بعد هؤلاء المؤسسين أو القادة المؤسسين سيرون في نفس الطريق بالنسبة لهذه المجموعة 5، مجموعة 5 في الساحل؟ الإشارات الآن تقول بأنهم إلى الآن موجودين في التقوا في قمة، هناك اجتماعات، بمعنى آخر المجموعة مستمرة، ولكن أظن وهذا واضح جدا الأمر الأساسي هو موقف فرنسا التي هي داعمة لهذه المجموعة على عدد من المستويات، لوجستيكية، مالية، عدد اقتصاديا إلى آخره. فرنسا إلى الآن تقول بأنها ملتزمة بدعم هذه المجموعة ولن تخفض قواتها في المنطقة التي وصلت حوالي 5100 جندي. فيبدو بأن الأمور ليست سلبية، ولكن لا يمكن الجزم بأنها ستكون إيجابية. هذا وجهة نظري. طيب، شكرا جزيلا لكم أستاذ طلحة جبريل. دكتور زهر الدين الطيبي، هل تؤشر التطورات الأخيرة منذ مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على يد متمردين تشاديين قادمين من ليبيا على تراجع لنقل فعالية عسكرية لدى المجموعة، أم أنك تجد بأنها في خضم هذه التحولات وهذه الإكراهات غير المتوقعة أحيانا تبقى قادرة على استعادة المبادرة، على القدرة على الردع، ردع الجماعات المسلحة؟ المؤكد بأن ما يحدث الآن في المنطقة هو بسبب مشكلتين أساسيتين في نظري. المشكل الأول هو غياب الاستقرار التام في المنطقة على اعتبار أن هناك احتجاجات، وكما قال الأستاذ طلحة جبريل يعني هناك الآن عندما نلاحظ ما يحدث في هذه المنطقة بالنسبة للتحالف ككل، المشكل هو مشكل تنموي على اعتبار أن الفقر يعتبر حاضنة للإرهاب، وبالتالي فالمجموعات الإرهابية هي تستغل هذا الفقر خصوصا بالنسبة لمالي، أيضا بوركينا فاسو والنيجر، من أجل تجنيد المواطنين نحو هذه الجماعات الإرهابية. هناك أيضا مشكل الديمقراطية، مشكل الديمقراطية، لاحظ بأنه الآن الصراع الموجود في تشاد هو الذي انتهى بقتل المعارضة أو عناصر من المعارضة للرئيس إدريس ديبي، الرئيس التشادي الذي كانت له خبرة عسكرية كبيرة جدا، وبالتالي الآن الواقع بأن الاستمرارية هي مؤكدة على اعتبار أن الهدف لا يزال موجودا، وهو مواجهة كل هذه الجماعات الإرهابية وأيضا امتدادات وتمدد هذه الجماعات الإرهابية في المنطقة، خصوصا مع ما يحدث في ليبيا بشكل خاص. لكن أعتقد جازما بأن الآن هذه المرحلة هي مرحلة حاسمة على اعتبار أن الهدف سيبقى هو مواجهة هذا التطرف، هذا المد الإرهابي بكل تأكيد، ولكن بشكل آخر الآن فرنسا تعول كثيرا على الانتقال السلس للسلطة من العسكر إلى المدنيين في تشاد عبر انتخابات،
من أجل ضمان استقرار تشاد، لأن تشاد تلعب دورا أساسيا ومحوريا في مجموعة من هذه الدول، خصوصا بعد بعثها ل 1200 جندي في مثلة الحدود المالية النيجيرية البوركينابية. وأيضا لسبب ثاني هو أن الكلفة العسكرية بالنسبة للجنود الفرنسيين ستكون باهظة الثمن، أضف إلى ذلك التخوف المنطقي للساكنة من ذلك الفكر الاستعماري وحضور الجيش الفرنسي على أراضيها، وبالتالي فهي فرنسا تراهن كثيرا على استعادة تشاد لاستقرارها ولأمنها ولاستتباب الأمن بها من أجل العودة لمواجهة هذا المد الإرهابي. طيب، شكرا جزيلا لك. على ضوء هذا السؤال أيضا أستاذ طلحة جبريل، هل التشاد كقوة عسكرية في هذه المنطقة قادرة في هذه المرحلة الانتقالية في ظل التهديدات القادمة من الشمال على الاستمرار بفعالية في إطار الأداء العسكري الأمني ضد الإرهاب؟ نعم، فيما يتعلق بمدى استمرارية النظام من الناحية الشكلية، طبعا أنه النظام مستمر لأنه ابن إدريس دبي هو الذي خلفه على رأس المجلس العسكري، ولكن إلى أي مدى سيكون الوضع في الشمال؟ لأنه نحن نعرف أن حتى يستطيع الناس استيعاب الموضوع، الصراع في تشاد صراع قبلي وليس صراع شمال أو جنوب أو وسط أو ما إلى ذلك. الذين يوجدون في الشمال هو من قبائل القرعان، وإدريس دبي والقوى التي تهيمن على تشاد يعني من دون نظيمة العسكرية والنظيمة السياسية هم زغاوة، وهي قبيلة نعم هذه قبيلة يعني القبيلتين مقاتلتين سواء كانت القرعان ولا الزغاوة. فإلى أي مدى سيستمر هذا الوضع؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك، بكل موضوعية، إذا استقرت الأوضاع في ليبيا وهي الأمور تذهب في هذا الاتجاه، على الأقل هناك إرادة إقليمية وإرادة دولية في أن الأمور تذهب نحو الاستقرار، أعتقد بأنه انقطاع الإمدادات من الشمال أو من هذه القوات التي توجد في الشمال بالتأكيد لن تكون لها الفعالية المطلوبة. إدريس دبي الأهم من هذا كله أنه استطاع أن يجند مجموعات وفرق خاصة، فرق إلى استطعنا أن نقول فرق نخبوية في إطار مكافحة الإرهاب، ووفر لها هذه الإمكانيات بطبيعة الحال مدعوما من فرنسي وبإمكانيات مهمة جدا. هل سيستمر هذا الوضع؟ هل ستستمر هذه القوات النخبة التي تواجه عدد من بؤر الإرهاب في المنطقة؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يبدو لي بأنه من الصعب الإجابة عليه حاليا. شكرا لك أستاذ طلحة جبريل. دكتور زاردين الطيبي، كما تعلم منذ سنوات وحتى منذ نشأتها مجموعة الدول الساحل الخمس كان هناك تركيز على هذه المقاربة العسكرية الأمنية، وحتى حديثا كانت هناك محاولات في الأمم المتحدة من أجل إقرار تمويل إضافي لربما رفضته الولايات المتحدة الأمريكية. هل التركيز بشدة على المقاربة العسكرية في ردع الإرهاب، وأنت تعلم مستوى الحاضنة الاجتماعية في بعض المجالات، هل هو لا يزال خيارا فعالا وناجعا؟ بالفعل هذا هو السؤال المحوري، وأكاد أجزم هنا بأن المقاربة العسكرية لوحدها لن تكون كافية لحل هذا الإشكال. أعتقد بأن المنطقة وليست فقط منطقة الساحل والصحراء، مجموعة من الدول التي تعاني من الإرهاب ومن المد الإرهابي والتطرف هي أمام استحقاقات أمنية وديمقراطية. فأولا لا بد من التأكيد بأنه إذا كانت هناك ديمقراطية بالفعل ستكون هناك دوافع تنموية، وبالتالي التنمية أساسية من أجل اجتثاث
الفقر الذي يعتبر ذريعة بالنسبة للإرهابيين المتطرفين لتجنيد الساكنة والأطفال والمواطنين. وبالتالي في غياب مقاربة تنموية حقيقية وفي غياب مجهود أممي ودولي للمنظمات الدولية وللمجتمع الدولي من أجل تنمية هذه المناطق، سوف يكون من الصعب فقط أن نعول على المقاربة العسكرية وعلى هذا الزخم العسكري من أجل وضع حد لهذا المد الإرهابي. نحن نرى الآن بأن لدينا إشكال أمني وإشكال الآن ما حدث مثلا بالنسبة للرئيس التشادي، بالرغم من أن نجله هو الذي يقود الآن هذا المجلس العسكري الانتقالي والذي تدعمه فرنسا، ولكن في المقابل لدينا رئيس تم اغتياله، رؤساء دول أخرى الأربعة منهم اثنان تم طبعا انتقالهما عبر تداول للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع، يعني أنا أتحدث عن موريتانيا والنيجر، فيما مثلا أبو بكر كيتا إبراهيم أبو بكر كيتا أو الرئيس البوركينابي لم يكن الأمر على نفس المنوال، لم يكن الأمر عادي، وبالتالي تمت إزاحتهما عن طريق الاحتجاجات. طيب. وبالتالي نحن الآن أمام مقاربة لا يمكن أن تكون فقط مقاربة عسكرية بقدر ما يمكن أن تكون مقاربة من أجل تحقيق استتباب الأمن والديمقراطية والتنمية في هذه المنطقة. شكرا لك أستاذ زهر الدين طيبي. أستاذ طلحة جبريل، كما تعلم ظاهرة العنف والإرهاب في هذه المنطقة معقدة ومتنوعة. إذا تابعت التقارير الإخبارية حديثا، كان هناك قطع أيادي لمدنيين في مالي، كانت هناك هجمات على مدنيين في بوركينا فاسو، قبل ذلك كانت هناك عملية اختطاف، وهناك حاضنة اجتماعية طبعا، وهناك فقر. هل نعرف المحركات التي تتحكم في دينامية هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب والعنف إلى غير ذلك؟ فيما يتعلق بما هي الأمور التي تؤثر وتحرك فعلا هذه الجماعات الإرهابية، سنلاحظ التالي. أولا تستظل هي بمظلة الدين، وبطبيعة الحال نحن نعرف أنهم بعيدين جدا من هذا الأمر. المسألة الأخرى تستغل فعلا الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمزيد من الزبناء لهذه المجموعات الإرهابية. الأهم من هذا كله الذي ألاحظه من خلال متابعة لهذه المجموعات، أن هذه المجموعات تعرف ما لا تريد، ولكنها لا تعرف ماذا تريد. يعني ترفض، نعم، يعني على سبيل المثال لا جماعة نصرة الإسلام ولا كتيبة تحرير ماسينا أو بوكو حرام في نيجيريا يعرفوا بأنهم يرفعون شعارات أنهم هم ضد الغرب، ضد التعليم، ضد المظاهر الحديثة والحضارية التي ممكن أن تنسب إلى العالم المتقدم، ولكن ماذا يريدون؟ يعني ليس لهم مشروع سياسي اجتماعي اقتصادي يقدموه، لأنه بصراحة الإرهاب لا يمكن أن يكون هو يعني الطريق للبدائل في المنطقة. طيب هناك استغلال لهذه الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية، وبالتالي يجندون. هو السؤال الأساسي، وهو أعتقد بأن إدريس ديبي كان في هذا الاتجاه، هو تجفيف منابع التمويل. طيب. أو مصادر التمويل لهذه المنطقة بدعم بطبيعة الحال من فرنسا. إلى أي مدى نجحت هذا التوجه، هذه مسألة سنرى كيف ستكون الأمور، يعني خاصة في هذا المستقبل القريب. طيب. بقي القليل جدا من الوقت سنتقاسمه مناصفة، وباختصار شديد لو سمحتما دكتور زهر الدين الطيبي، بعد هذه السنوات من الاشتغال، هل برأيك مجموعة الدول الخمس للساحل في حصيلة هي إيجابية الآن وعلى الطريق الصحيح لردع الإرهاب؟ نعم، لا نستطيع أن نجزم بأنها حصيلة إيجابية 100%، ولكن على الأقل هي وجودها حتى بشكل كبير من التمدد الإرهابي والتطرف في المنطقة. وبالتالي فتدخل التشادي على بقيادة الرئيس الراحل
طبعا كانت له آثار إيجابية في جميع هذه الدول، وبالتالي يجب أن نكرس نوع من الإيجابية بأن هذا التحالف كان طيب إيجابيا، وإلى حد ما ربما لم يحقق كل أهدافه، ولكنه استطاع على الأقل أن يعيق تمدد الإرهاب بشكل كبير في كل هذه الدول. شكرا لك أستاذ طلحة جبريل. الحصيلة الآن هل هي إيجابية، وما الذي ينقص من أجل تصويب هذه المعادلة، معادلة الحرب على الإرهاب؟ استطاعت جروب فايف أو مجموعة الخمسة أن تخلق تنسيقا أمنيا بينها وتبادل المعلومات، ولكن هل نجحت على مستوى التنسيق العسكري أو على القضاء على البؤر الإرهابية؟ لم يحدث ذلك، وهناك كما قلت مجموعة واحدة فقط في تشاد هي التي تدربت على مقاومة ومواجهة الجماعات الإرهابية. التنسيق نعم الأمني وتبادل المعلومات، أما النجاح على مستوى القضاء على البؤر الإرهابية لم يحدث حتى الآن. شكرا جزيلا لك الأستاذ طلحة جبريل الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الإفريقية. نشكر كثيرا أيضا الدكتور زهر الدين الطيبي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. بإمكان مشاهدينا الكرام متابعة هذه الحلقة على موقعنا الإلكتروني ميديانتيفي.com ومنصتنا ميديانيوز.com وأيضا على منصاتنا الاجتماعية الأخرى. إلى اللقاء.